خير سيليا، الناموسية ديال مامي. انتما سيليا عاد فاقت، يلا حطيت لها هنايا ما تلبس وغادي نبدل ليها باش نبطلو. وزاد عليها مسكينه الروح مع داك البرد. جينا لاكادير لقينا البارح الشتا 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 والريح وواحد الجوف شكل. زاد عليها مسكينه الروح بنيتي. نعم بدلو كوسا، يلا جيبت لك كوسا. اول حاجه غادي نغسل وجهي بالصابون المعتاد. جبت هكا يعني خليت الجيل ديال جيل نيتويون ديالي في البيت. غادي نغسل وجهي عاد من بعد ديك الساعه ندير الغوتين العادي اللي كندير دائما في داري باش وجهي البشره ديالي تنقى. حيت البارح درت واحد الغلط فادح لي، خاص حتى شي واحد يرتكبه الصراحه، وانني نعست بالمكياج حيت فريمون البارح عييت. سيليا مسكينه بقات كتشتف عليا كتشتف عليا، كل مره طلع عليا فوق راسي، مره تشتف عليا في كلشي، حتى داها النعاس وجريتها حدايا وغطيتها صافي. اما انا طحت بالكا وحق الله البارح، مريضه وعيانه وزت البارح نزل لي الضغط حيت ما كليت والو الصراحه، حتى من الماكله اللي عطاونا في الطياره ما كليتش منهم. ايوا صافي وجيت وراكم عارفين الباقي. راه مشيت كنجري المقاطعه كيف ما قلت لكم، صايبت واحد الوثيقه مازال البارح وعاد باش جينا للدار. يلا جلست مع جده شويه، شوفوا جده ونشوفوا العائله وداكشي. ايوا صافي ما بقاش ليا كاع الحال باش زعما نغسل وجهي وندير لاغوتين ديالي الليليه. ايوا دابا هانتوما درتي النيتوايون ديالي غير خفان، زعما مصايب غير دغيا صافي باركم. وخاصة راه معطيتهاش حقها، هي خاصة ثلاثة دقايق عاد باش نسياليو نغسلو جيو ونشوفو لاغوتين شنو كنستعمل. بالنسبة لفون دو طان راه قلت
بدلت اختي لقيت ما احسن. بلاتي نصح لكم الكاميرا حيت شتي ليا خمشات ديال بصح ديال ميميسو جايه معاه جويه مزيان حيت ديال الالويفيرا الصراحه واعر زوين 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 حتى الثمن ديالو غزال زوين 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 والله يلا باقاس افرتوتا غادي نمسحو شي ونحط رجلي معكم نكملو راحتي. انا رجعت ليكم اول حاجه غادي نديرها من بعد ما شفتو جي غادي نرطب اللي استعمل بهاد الفيتامين سي هذا حيت فريمون بالنسبه ليا ديال البارح ماشي غير اللي استعمل اللي غيكونوا فيه شي حاجه كثار من اللي استعمل حيت انا الصراحه ما فيهاش اللي استعمل هضره ديال عادل عادل من الناس اللي ما كيداوموش على الحاجه شري لي الحاجه خصك تبقاي ديما تابعاه تبقاي تصايبي ليه انت تقدي ليه انت صافي وليت كنحاول نخليه يتحمل المسؤوليه. ايوا من بعد ما رطبت اختي وجهي اول حاجه غادي نديرها غندير هاد كريم سولير ولا ليكرون سولير اللي كندير دائما الصراحه كتعجبني هي راه ليكرون سولير وفي نفس الوقت تانتي وخديت واحده اخرى ديال فوتو وايت من احسن لي مارك ماشي خديتها الصراحه كانت اللي جاب ليا هادي جربتها في الدار عجبتني ولكن قلت ماشي دابا نبدا حتى نرجع لتما اولا نقدر نخليها حتى الفتره ديال الصيف باش نستعملها في الوقت اللي محتاجه ليها اكثر. هادي خفيفه على اللابو غنستعمل هذا في الوقيته ديال الشتاء والصراحه هادي هي انا اللي كنت متبعها بزاف ولكن حتى هاديك واعره غزاله. ثاني حاجه غنستعملها غنستعمل هاد الفون دو تان هادي من كوفر كوكو كتعطي واحد ليفي ديال البغيونس لابو وفي نفس الوقت فيها الترطيب زوينه حتى هي كتكوفري الصراحه بالنسبه ل اللي عندك ليطاش ولا شي حاجه. انا الصراحه الحمد لله وجهي ما فيه لا ليطاش لا حتى شي حاجه نقي ولكن هاد العائله ديال الحبوب بغيت نعرفهم منين جاوني ما عرفتش مع ستريس ديال السكر والصفر على غدا وي راكم عارفين ستريس ديال بزاف د الامور. وكان عندي الكوغ كان عندي الكوغ البارح وكان عندي الكوغ البارح وما مشيتش الصراحه درت الزبايل صافي هكايا من بعد هادشي كله غادي نستعمل الفوندوطان ديال فيتمي من المارك ديال فيتمي واه هادي شنو نقولكم هادي الحب صراحة أول مرة كنجربها عجباتني بزاف غير هي عادي خدا ليا درجة شوية غامقة على اللابو ديالي كندير منها شوية تيت بحال غير كندوق منها صراحة قلت من بعد عاد ناخد بحدا عجبتني غناخد درجة فتح من هادي باش عطاني اللون ديال لابو ديالي حيت حنا بالنسبة ليك الفوندوطان زعما أنا بالنسبة ليا كنفضل أنني ناخد درجة أفتح من لابو ديالي بواحد دوغري يعني واحد الدرجة باش كتعطيني لون زوين ماشي داكشي مجير كتر من القياس ولكن تكون درجة أفتح من لابو ديالي بواحد الدرجة. غادي ندير هاد سميتو لونتي سيرم ديال نيوت ماشي لونتي سيرم بلوتو لا كونسيلر ديال نيوت نحاول نستومبي راه مجبتش معايا البيوتي بلاندر كنستومبي غي بيديا نحاول نستومبي غي بيديا نحاول ندير شويه في البلايص بحال هكا صافي وغادي ندير هاد الكونسيلر هذا من مايبلين
الريفيرونس ديالو عشرة كنظن الريفيرونس ديالو. حتى هو الدرجه ديالو ديال اللون ديالو راه اغمق من الدرجه ديال اللون ديال البشره ديالي. حتى هو عادي اللي جا صافي فحالكم. ودابا شنو غنديرو؟ دابا غادي ندوزو الماكياج ديال العينين. اول حاجه غادي نديرها نخدم الحجبان، نخدمهم بعدا ديال مينيسو، هاد القلم ديال مينيسو 3 in 1. اول حاجه غناخد الخيون ديالو اللي هو مارون بحال هكا، نحاول نحدد به غير الحجم من برا ونعمر به البلايص اللي هما خاوف. الصراحه قال لي هادي ديري داك المكياج ما عرفت سميتو ميكرو بليدين ولا ما عرفت سميتو، ما بغيتش نو. شفت بزاف البنات دارو وندمو وما بغيتش حتى انا يجي شي نهار ندم بحال هكا. غادي نحاول دابا غادي نستومبي داك الكريون اللي درت بهاد البانسو هادي اللي كتكون الوسط في الكريون. نمشط حجباني مزيان انا. الاضاءه راه سليكه بنت عليكه، الاضاءه صفراء دارنا كلها دايرين فيها الضو الصفر، ما كنحملوش مكيبين حتى حاجه وما جبتش معايا لا رينج لايت لا والو. دابا غادي نخدم الايلاينر من هذا ني ديال مينيسو. نخدم الايلاينر خفيف بحال كندير هاد الماسكارا هادي وتمسحات ليها بعدا لا مارك. كنضمن من ايسونس الله عليكم، والله الا كنضمن من ايسونس وصافي. عمركم ما شفتوا الطريقه ديال الدمج لا بيوتي بلاندر لا لي بانسو، جبت غير خفن زربان وصافي، جبت غير قليل ما جبتش لي بانسو ديالي اللي كنخدم بهم صافي. من بعد تما غادي نخدم اول حاجه ناخذ واحد شويه من الفراغ ديال هاد الباليت، ما جبتش معايا الفراغ ديالي، ناخذ هذا هاد الغوز هذا. ولكن اذا كنت خارجه نشارك معكم، نسيت الصراحه ما درتش هاد الكريون العينيه. بالنسبه لهاد الكريون حتى هو واقيلا خديته من مينيسو، سميتو كولوسال كاجال ديال العينين. انا غنكحل بيه غير من برا، ما نكحلش يعني بالداخل باش تعطي ديك لا فورم تبقى كبيره. خسرتو كبيره. من بعد غادي ناخذ هايلايتر من هذا ديال اللون ديال الصراحه ما هو دوغي، ما هو ارجنتي، دير بحال البرونز، ناخذ منه شويه زعما جبت معايا هاد الباليت باش نتهنى ما نبقاش هزه بزاف د المكياج صافي. نخدم بيه بحال هكا ارنبه ديال الانف، ديال الارنبه والعظم ديال الانف هنايا، وهنا موستار صافي. بالنسبة للعكار جبت معايا واحد العكار، ولكن غندير من هذا ديال هاد الباليت نيت كاينين ليه كرة، وندير من هذا مثلا عمري جربته غير اليوم حيت زيد معايا الباليت وصافي كيف ما قلتلكم. زوين لوين ديال طلع واعر اللون ما عندي اصلا في العكور. واو نتايا واعر واعر طلع واعر اللون ديالو. سالينا من الباليت اللوك نهائي تنشارك معكم في الاضاءه، تكون اضاءه عطيه من هنا. غندير هاد الكلوس ديال الويفيرا مات، كيعطي واحد البريونس وصافي. ما
ما بغيتش نشوف المرايه، بغيت نشوف عندكم الكاميرا تقدر درت هنا. صلاينا اختي صلاينا صلاينا. المهم انا بالنسبه ليا ملي كنبغي نعس في العشيه ديجا كان عندي واحد فواحد الشكل اخر، ولكن ديال الالوفيرا بالنسبه لي ستيك هذا من الحاجات اللي جاب ليا عادل عاوتاني في لي كادو دراس العام. زوين البنات خذوه بعينيكم مغمضين، واعر 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 واعر. سالينا اختي لا تخوص اختي لا تخوص باش نجمعو باش طايبين مكياجي ما خف ولا قل ولا صافي ساليت. ندير هوك ندير هوك مع المكياج اخيرا. المهم ما شاركتش معكم والو مازال من الدار الوغ دابا خرجت جيت لواحد الكافي بحالك تلاقيت مع شي ناس باش غادي نصايب شي حاجه ونقد شي اغراض وجينا لواحد الكافي باش غادي نفطر ان شاء الله عاد باش نتحركوا ونقولوا بسم الله ونبداو نهارنا اليوم. واخا انا رديت معكم فلوك في الدار اول الريزلت ديال المكياج ديال خفان زربه اللي شفتو معايا قبيله. جينا لواحد البيبينير الصراحه واعر نشارك معكم شي لقطات لي بلونط اختي اللي كتحمق على لي بلونط غيعجبها هادشي انا كنحمق على لي بلونط الصراحه داكشي زوين اختي. الويفيرا ويلي ويلي الويفيرا مشتته الويفيرا شوفي اختي انا كاين الفخار ودوك المحابق ديال الفخار هنايا داكشي غزال الصراحه. ندير معكم دويره وصافي قبلوا عليا اقبلوا عليا دويرية لاني نسكن غير فشي بلاصه في حلاقة الصراحه صغير ولي بلون دايرين بيك واحد جوج قنيات واحد جوج دجاجات المهم ما يكونش حس الغوات والصداع وداكشي كيعجبني بحال هكا صغير اختي. هانتوما شاركت معكم زعما اجواء شكون اللي كيعجبو هاد الصبارات اللي كيكونو شكيلات بحال هكا كيعجبوني هادو المكيورات شحال زوينين ما شاء الله كيجيو بحال هكا. انا كيعجبوني دوك الصغيورين هادو الكبار شوف قداش راه كبار بزاف ما شاء الله كبير اثنين. ملي كنت كنهضر مع عادل الصراحه ما صورتش ليكم كلشي انا باغا نتسرى هنايا كنت كنهضر مع عادل ابي الفيديو كيتسرى معايا مسكين حتى هو صراحة واخا ما جاتنا في شكل اننا نتفارقوا كل واحد في مدينه و سيغتو سيغتو ملي حنا حيت حنا ما عمرنا تفارقنا صراحه ولفنا مع بعضياتنا ولفنا ديما حدا بعضياتنا وانا يا اختي عرفتي دايره بحال شي عزري الدوار دايره شوف هذا شنو لابس الله كنرتاح انا ملي كنمشي لشي بلاصه فيها الخطوريه وفيها الثقيل كالم ما فيهاش صداع ما فيهاش شوشره ما فيهاش شي حاجه بحال هكا كنرتاح راحه تامه. كان جا عندي الدري قال لي كما محتاجه شي حاجه نحاولك تختاري من لي بلونط وداك الشيء. انا حاليا لي بلونط هنايا اكادير ما يمكنش ناخذهم ونمشي مسافره بهم وداك الشيء ولكن صراحة جميل حال لقيت شي حوايج اللي ما لقيتهمش الصراحة في البيبينير اللي كناخذو منو لي بلونط الرباط وداكشي حاجة زوينين حاجة اختي كيوت كيوت ديت. اخيرا احبابي وصلت للدار تريشت جيت كنجي لاكادير كنتكرفس كنتريش كنتشعكك كنتنتف كنولي حالتي حالة شوفو غير الحبوب خرجوا عارفين راسهم جايين لتمارة خرجوا قبل ما يوصلوا لاكادير خرجت عندي عائلة د الحبوب. المهم شكرتيها هي شكرتي سر سعادتي راكم عارفين الوثائق وداكشي واحد الروينه ما نقولش لكم عاد زايدين المحكمه ديال اكادير دايرين اضراب على شي حاجه ما عرفتش داكشي الفلوس والجرا وقلت الماكله وقلت الراحه والشمس والقحره ويلا ما لبستيش مزيان كيجي البرد في العشيه والوقت ما كيكفيش وسي ليا في الدار عند ماما كل مره تقول لي ماما هيا فقت هيا تبكي هيا تتقلب عليك هيا. المهم اخوتي سخسخت
في يومين شربت فيها 10 سنين قسما بالله، يومين شربت فيها 10 سنين. المهم اختكم غتمشي بجد الحوايج، نخوي عليا واحد شويه الماء، نمشي نغسل كمارتي ونشرش حكاكتي ونبدل بيجامتي ونمشي نشوف سيليا راهي نلعب معاها مسكينه شويه، راه خليتها الصباح كله. تهلاو على فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. نهاركم مبروك احبابي. ما عرفتش هذا الفيديو واش تشوفوا غير هادشي ولا نخلي لكم هذه اللقطه على الاخر. باي. ما تنساوش الا كنتو جاد على القناه ضغطوا لتحت ديروا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الكل. خليونا لي لايك ديالكم ولي كومونتير. والسلام.